مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في قهوة وجرنان. موضوع اليوم قد يراه البعض أنه مستهلك، إنه موضوع قيل فيه كل شيء، إنه موضوع تحدثنا فيه على الأقل عشرات المرات خلال هذا الموسم في الصحف، في القنوات، وتحدثنا فيه في الإذاعة وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي الكثير من البلاطوهات. موضوع اليوم اختصرته المشاهد على أنه صورة لشخصين مختلفين وأحيانا متصارعين، الأول يتهم الثاني والثاني يتهم الأول وهكذا. إنه موضوع السلطة والمعارضة، بعيدا عن هذه الصور الاستهلاكية بالدرجة الأولى، بعيدا عن الصور التسويقية. أننا لا نختلف عن فرنسا وأمريكا وكل الدول الديمقراطية على أننا نملك مثلهم معارضة ولها حرية في قول كل شيء ولها الحرية في ممارسة المعارضة، بعيدا عن الفولكلور السياسي، بعيدا عن استعمالات المعارضة لأساليب غير الأساليب الواضحة والمرسخة في الديمقراطيات، بعيدا عن الضرب تحت الحزام. نتساءل اليوم عن جدية مشروع المعارضة في الجزائر. لما نقول معارضة وحتى يفهمنا المشاهد الكريم، نحن نتحدث عن مشروع جدي، آلية مراقبة للسلطة، آلية متابعة للمشاريع، مراقبة للحكومة ومراقبة للبرلمان. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن الفرد الذي يخطط هو الذي يراقب وهو الذي يقيم. الشمولية أثبتت قصرها وفشلها في بناء الدول. وبعد لقاء عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بأحمد ويحيى، عادت هذه الأسئلة لتطرح. جدية مشروع المعارضة في الجزائر، هدف هذا المشروع، ماذا عن التنسيقية وندوة مازافرو، وماذا عن قطب التغيير وهيئة المشاورة؟ موضوع اليوم المعارضة، الأصل والفروع وجدية المشروع، وضيفي السيد نور الدين بحبوح الأمين العام للاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية. سيد بحبوح مرحبا بك معنا وشكرا على قبولك دعوتنا. أهلا وسهلا، شكرا للدعوة. العفو سيد بحبوح. تقريبا لقاء مقري هو الذي أعاد هذا الحديث عن السلطة والمعارضة، لقاء مقري الذي كان في رمضان والتقى فيه بأحمد ويحيى مدير الديوان. أول سؤال سيد بحبوح، تقريبا فاتت سنة، مرت أكثر من سنة على ندوة مازافرون، كان فيها ندوة مازافرون نقطة انطلاقة لهذا الحديث عن المعارضة في الجزائر. اليوم بعد مرور سنة نستطيع أن نقيم، في الأول كنا نقول لا نحكم على المعارضة من أول يوم، اليوم مرت سنة. بصراحة الأستاذ بحبوح، كيفاش اليوم نقدر نقيم مشروع المعارضة بعد أكثر من سنة على هذه التنسيقية وهيئة المشاورة وندوة مازافرو؟ شكرا. في البداية تحياتي لمشاهدي قناة النهار. وإذا أردنا نتكلم على حصيلة المعارضة بعد سنة من ندوة مازافران، فلابد علينا أن نكون موضوعيين أولا، وقبل أن نتكلم ونحكم على المعارضة بالجدي ولا بالسلبي، فلابد أن نمشي خطوة بخطوة. أولا ندوة مازافران وحتى المعارضة، الكثير كانوا يتكلمون بأن المعارضة كانت متشتتة، ما عندها ما لديها لا وجود سياسي، لا وجود، لا أفكار، ما عندها برنامج إلى غير ذلك. إذن هذا في بعد ندوة مازافران أثبت الجزائريين، مواطنين جزائريين موجودين في أحزاب سياسية مختلفة، عندهم توجهات سياسية وتوجهات إيديولوجية مختلفة، اتفقوا بأن عندهم فكرة ورؤية فيما يخص الشيء الأدنى كما يسمى باللغة الأجنبية لسميك، فيما يخص سيرفيس مينيموم. هذه نقطة. ثانيا، المعارضة قامت بواجبها وحسب ما أتيح لها من فرص نشطت رغم كل الصعوبات، نشطت وقامت بواجبها تجاه كل المواضيع اللي عرفتها الجزائر. طيب أنا النقطة اللي اسمح لي أستاذ بحبوح، النقطة اللي أريد أن أشير لها حتى المواطن يتبعنا، لما شفنا ندوة مازافرون احنا حكمنا على الندوة فقط، حكمناش على تداعياتها وما بعد الندوة. قلنا أنه المعارضة اتكتلت وتشكلت وفيه يعني بوادر لأنه تكون معارضة في الجزائر، ونتكلموا على المعارضة الجدية اللي قدمتها في المقدمة، المعارضة اللي ترقب واللي في البرلمان. خليني نكمل. إذن المعارضة الجدية كما قلت يا صديقي، المعارضة الجدية فتمارس داخل المؤسسات الجمهورية، مؤسسات عندما المؤسسة تكون شرعية. المراقبة، تكلمت عن المراقبة، المراقبة، مراقبة الحكومة في كل الدول اللي بنيت على الديمقراطية الحقيقية. عندك في البرلمان سلطة وعندك معارضة،
ولكن تتاح تعطى الفرصة للمعارضة لتعديل لاقتراحات مشاريع قوانين. كل هذا الشيء إذا فقد وإذا السلطة المهيمنة لا ما سمحت خليني أتكلم في مسلمات. أنا أقصد اسمح لي أستاذ بحبوح ما أريد أن أناقشه اليوم أنه أنتم في هذه النقطة في هذه الجزئية أستاذ بحبوح لأنه ذوق يعطينا المخرج صورة ونشاهدوها. أنا أقصد شفنا ندوة الانتقال الديمقراطي كان إنجاز تقريبا الصحف قالت أنه المعارضة قدرت تتشكل لكن اليوم هذا الإنجاز مقري التقط احمد ويحيى. خليني نكمل معك إذن اذا 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 تخليني نكمل معك إذن اذا تحط لي سؤال خليني نكمل معك من البدايه للنهايه. انا نقول بان المعارضه قامت بواجبها وقامت بحسب الفرص التي اتيحت لها ودارت الاقتراحات، دارت ارضيه، صدقت على ارضيه، طلبت حوار حقيقي، طلب كل هذه المطالب. اذا طيب ستقول بعد المظافر التقط احمد ويحيى. خليني نتكلم رجعنا ويحيى ونعرف اللقاء. انا اتكلم لك هذه البوادر الثلاثه استاذ بحبوح اسمح لي فقط. مقري التقط احمد ويحيى، حمروش قاطع الجامعه الصيفيه للنهضه، وعدنا وعدنا عبد الله جاب الله ممكن انه يخرج من التنسيقيه في هذا الحديث. خليني نقطه بنقطه. اذا تكلمت ما فائده انه تنتقل في اذا تكلمت اذا تكلمت نعم انت تحكمش على حزب سياسي. اولا انا الشيء اللي يهمني تعرف بالمعارضه واش كاين في المعارضه، كاين تنسيقيه من جهه وكاين قوى التغيير يعني حتى انتم ما تحبوش تقولوا احنا كنا معارضه فصل المعارضه. لا كاين معارضات في كل دول الجزائر في كل دول العالم. تكلمني على الجزائر استاذ بحبوح يعني في كل الدول عندها قطب التغيير لا عندنا هيئه موجوده هي مسمى بهيئه التشاور والمتابعه. هذه الهيئه خضعت قرارات. الشيء اللي يهمنا احنا كمعارضه متحده ولا تحت هذا الغطاء هو كلنا لازم نعترف بان الشيء اللي يهمنا هو ما نتفق عليه لازم نطبقه. طيب انا لحد الان طيب قل لي وش رايكم في لقاء مقري مع احمد؟ الشيء اللي انا تكلمت مع سي مقري وتكلمنا مع مقري. اذا لازم نفرق بين التوجه الحزبي فهمت كيف، رغم ان انا شخصيا كنت ضد وانا لا اشاطر هذا الفكر، ولكن عندما طرح السؤال على الاخوه في حركه المجتمع السلم يقول لك يا اخي وحنا عندنا كل حزب سياسي عنده حق يتصرف كذا. هل مقري نحط سؤال هل مقري انتقد او قال بانني انا ضد ندوة مازافران؟ هل مقري تكلم وقال بانني سالتحق بالحكومه؟ يعني هل مقري من بين الامور قالوا ان الرئيس مريض ولازم الرئيس يروح وطبقوا الماده 88 هذه ندوة مازافران. ندوة مازافران بعد مقري طلب لقاء الرئيس نقولوا يا سيد بحبوح خلينا بالمنطق ما تكلم لي بالعقل. ندوة في ارضيه مازافران كاين طلب بتطبيق الماده 88 صح، وانه المؤسسات ما تعترفوش بشرعيه الرئيس. انا نظن باللي مقري معليش اسمح لي لكن مقري طلب لقاء الرئيس. انا نظن باللي الاخوه الصحفيين بعض الاحيان مع الاسف الشديد مقصرين مش يتبعوا في الواقع السياسي حتى المعارضه لازم فرق. يعني ماهيش المعارضه اللي مقصر الصحفيين ولا مقصر. انا نقول عندي حق انتقد هذه منواش. انا نقول بان لازم تعرف بعد الانتخابات الرئاسيه هناك طلب وبعدين المطالب نتاع المعارضه تاقلمت وتوجهت حسب المعطيات الجديده. قلنا بان هناك سلطه فعليه فعلينا نتعامل مع سلطه فعليه، هذا لازم تعرفوه في البيان تاعنا. قلنا ثانيا باللي الشيء اللي همنا هو انشاء لجنه مستقله لتشرف على الانتخابات. قلنا باذا في حوار لازم يكون حوار حقيقي ما يكونش فيه استشاره. اذا هذا هو المطالب تاعنا. هل هناك تغير؟ يعني لقاء مقري ما اثرش؟ قل لي بصراحه. احنا بالنسبه لنا ما دام المعارضه انا اتكلم باسمي انا واتكلم باسم القطب قياده التغيير باسم قطب قوى التغيير. بالنسبه لنا ما دام مقري ملتزم وحماس ملتزمه مع ما تم اتفاق عليه انا هذا اللي يهمنا. رغم اننا نقول بان ولكن من احنا ما نحكمش على السلطه حتى السلطه عندها حق باش تناور وعندها حق ولا ما نحكمش. مخرج معليش اذا ممكن المخرج يعطينا هذه الصوره. استاذ بحبوح قل لي وش رايك في هذه الصوره؟ هاي الصوره على استاذ بحبوح يعني مقري وجاب الله كانوا اليد في اليد، هذه هي الصوره تاع 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 الندوه. الان في اختلاف كبير بين جاب الله ومقري، راهو ماسكين يعني كل واحد راهو ماسك يد الاخر. لازم تعرف في السياسة بلي في السياسة ما كانش عدو دائم وكان صديق دائم، هذه لازم تعرفها. إذا انطلقت من هذا المبدأ لازم تعرف بلي في السياسة كل شيء ممكن. سي لار دو كومبرومي، في بعض الأحيان لازم تتماشى مع المعطيات. أنا ما نحكم على فلان ما عنديش حق باش نعلق
على صورة أو على توجه. عرفنا أحزاب سياسية كانت تعارض في الماضي وتقول بأن بوتفليقة أعطوه تسميات أخرين وبعد دخلوا للحكومة. عرفنا بأن كاين أحزاب سياسية كانت تنتقد وتقول كلام لي مش مقبول كمان ومن بعد دخلت السلطة. هذا ما نحكمش أنا على الأمور، ما نحكمش على أمور مثل هذا. لكن هذا الأمر يا أستاذ بحبو، خلينا يكونوا واقعيين. نعم، أنه حمص تكون في ندوة الانتقال الديمقراطي. نعم، اللي ربما ندوة، لما نقول ندوة مازافرو، أرضية مازافرو، تشكل جزء كبير من المعارضة. حمص تروح تتشاور مع السلطة، معناتها جدية مشروع المعارضة روعة للمحك. والآن من حقنا أن نتسأل على جدية المشروع. الآن في الجزائر يا أستاذ بحبوح، جدية مشروع المعارضة، هل في الجزائر المعارضة عندها رؤية مستقبلية أنها تكون معارضة دائمة ما تعارش أشخاص وتبني أرضية حقيقية للمعارضة اللي تكلمنا عليها، المعارضة الحقيقية، أم أن المعارضة اليوم بصورة حقيقية لما نشوف المرآة أنه في الحقيقة تشكلت لأسباب ربما ظرفية، لأسباب زمنية، يعني المعارضة ما تشكلتش على أساس صحيح؟ أنا هذا سؤال. لا لا لا، هذا أنا بالنسبة لي هذا حكم، لا يعني سؤال، ما هوش حكم، السؤال نقول بأن المعارضة لأول مرة في الجزائر منذ 50 سنة المعارضة عندها مشروع، ما يكونش مشروع سياسي، مشروع من أجل الخروج من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر. واليوم الدليل الأزمة مش السلطة فقط، مش المعارضة فقط تقول بأن هناك أزمة، حتى السلطة اليوم راهي تعترف بأن هناك أزمة. كان خفض أسعار البترول، خفضت، هذا شيء عادي. ومش أزمة، هذه مش أزمة سياسية، أزمة اقتصادية. لا، اللهم ما نسمع في نفس الخطاب السياسي. الخطاب السياسي اللي نسمع فيه هنا من طرف السلطة هو خطاب سياسي اللي ممكن مخوفنا، وممكن حتى في بعض الأحيان الخطاب السياسي من طرف هرم السلطة على مستوى كل، على كل مستويات، هناك نقص الخطر راه مضروب. أنا نقولها، والدليل عندما كانت المعارضة تقول بأن حذاري حذاري حذاري، بأن إذا قدر الله أن أسعار البترول تنخفض راه تكون أزمة اقتصادية، كانوا يقولون لا ما تخافونا، ما عندكم حتى دخل في هذا الشيء. حتى تهمت المعارضة بكل شيء عن طريق حتى وسائل الإعلام على سبيل الشديد. ولكن اليوم نقولوا بأن من واجبنا، إذا اللهم تنتظروا من هذا المعارضة أن تأتي بالورود. المعارضة تلعب في دورها يا حبيبي، المعارضة تلعب دورها الحقيقي وراهي قائمة بواجبها. أما القول بأن، يعني اسمح لي فقط، راح نأخذ فاصل سيد بحبوح، قل لي فقط، يعني هذه 3 جزئيات ما تأثرش أنه مقر اجتمع مع السلطة، اسمح لي فقط، رئيس الحكومة السابق حمروش قاطع الجامعة الصيفية للنهضة، والثالث أنه جاب الله راح يخرج من التنسيقية، كل هذه الأمور ما تأثرش؟ لا قل لي بصراحة، ما تأثرش؟ ما تأثرش. إذا كل تحكم أنت أنا حمروش راح شارك ولا ما شارك في الجامعة الصيفية أنت عن النهضة، أنا حتى أنا عرضوني الجامعة الصيفية أنت عن النهضة ما رحتش. إذا تقول باللي هذاك عندي ارتباطات تاعي، عندي مشاكل، عندي هذاك، إذا ما تأثرش. أنا الشيء اللي يهمني هو مقري لما اجتمع مع يحيى أيضا ما تأثرش. راني فهمتك، أنا تكلمنا فيما يخص، ترجع لي دائما مقري دار تدخلات وبر تدخل تاعه، ورغم أننا نقول شخصيا، رغم أننا شخصيا كحامدي حزب سياسي نقول بأن الشيء اللي قام به مقري مش يعني مش مقبول، ولكن ما نحكمش، هذا حزب سياسي عنده توجهه تاعو، عنده ممكن المشاكل الداخليه للحزب تاعو. صح، انت تلقى، معليش راح نعود استاذ بحبوح بعد الفصل هذا النقطه، مشاهدينا يبقوا معنا، نعود بعد هذا الفصل. عوده مجددا المشاهدين، نذكر دائما بموضوع حلقتنا المعارضه، الاصل والفروع وجديه المشروع. استاذ بحبوح، كنا نتكلم، تكلمت لي على ندوه مازافرون، وتكلمت لي على التنسيقيه، وتكلمت لي على هيئه المتابعه وهيئه المشاوره والمتابعه على قطب التغيير. كل هذه التسميات اليوم لما حبينا نتكلم على المعارضه، في من نحصر المعارضه في هيئه التشاور، في قطب التغيير، في ام الكل معارضه؟ كيفاش ممكن نتحدثوا على المعارضه، على المشروع تاع المعارضه؟ لازم نزيد نكرر باللي في الجزائر كاين معارضات. سيد بحبوح يقول انه ما كاش مشروع واحد للمعارضه. لا لا لا، خلينا نقول لك، كاين حتى اللي يعارض ولم يقبل ان يدخل او يلتحق بهيئه التشاور او بقطب قوى التغيير او بالتنسيقيه، وهذا من حقه، ما نحكمش عليه. ونعطيك اسماء، لا يعني نعطيك اسماء واسماء، ونكتبع في الجرايد بان هناك ناس يعارضوا، ولكن انا بعدم دخولهم في هيئة من هيئات، هذا من حقه، ما تنجم تحكم على ناس لأنه يعارض ويقول أنا لا أريد لأغراض شخصية ولا لأسباب مجهولة، لا أريد أن
نلتحق بهيئة من الهيئات، هذا من حقه. ثانيا لازم نعرف بأن فيما يخص المعارضة اللي انبثقت من بعد مظافران كان تنسيقية وقطب قوى التغيير. كيف جاءت التنسيقية وقطب قوى التغيير؟ التنسيقية هي مكونة من الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية التي دخلت في الانتخابات، هذا هو شاركت الانتخابات وكنا مداعمين لمترشح سي علي بنفليس، والتنسيقية كانوا من المقاطعين، هذا هو. بعدين بعد الانتخابات التقينا وكان نقاش وحوار جاد بيننا، واتفقنا بأن تنشأ الهيئة، هيئة المتابعة والمشاورات، هذا هو. وإذن وحتى مواقف المعارضة إذا راك تتبع صحيح سيد بحبوح، لا اسمح لي في هذه النقطة، أنتم في قطب التغيير، لا اسمح لي في هذه النقطة أستاذ بحبوح، أنتم في قطب التغيير في هيئة التشاور المتابعة، معاكم التنسيقية، نعم خلينا نكمل، لكن لما تتحدثوا تحبوا تقولوا التنسيقية هي تنسيقية قطب التغيير، خليني نكمل. قلت لك والشيء اللي همنا بعد إنشاء هذه الهيئة اتفقنا على شيء أدنى، على الأدنى، وعلى الأدنى هما نقط، أربع نقط، خمس نقط. تغيرت الأمور، حتى المواقف السياسية ما بعد الانتخابات تغيرت. كنا في البداية قلنا تطبيق المادة 88 كنا نقولوها، وبعدين عندما تمت الانتخابات نسينا المادة 88 دخلنا صلي عنده مطلب يحافظ عليه. كيفاش تغيروا هذه المطالب بين يوم وليلة؟ المادة 88 المادة 88 كانت مطلوبة قبل الانتخابات، لازم تعرف هالشيء. كانت مطلوبة من طرف شكون؟ المعارضة. من طرف المعارضة قبل الانتخابات. بعد الانتخابات. بعد الانتخابات قلنا بأن هناك سلطة فعلية لازم علينا نتعامل معها. لازم هذه السياسة لازم نتعامل معها. بعدين المطالب تغيرت، المطالب كنا نتكلمنا على مطالب أخرى، كان إنشاء هيئة المراقبة، هيئة. طيب والرأي العام سيد بحبوح، لا اسمح لي، الرأي العام اللي يتبع أفكار المعارضة كيفاش اليوم يحكم على أفكار كل خطرة تغيروا له الأفكار؟ ما نغيروش أفكار. أكم تقولوا كنتوا تطبقوا المادة 88 الآن ما نطبقوش المادة 88 الآن، هذه ممارسة سياسة. كيفاش الأمور يعني؟ شوف لازم تعرف حاجة، كيفاش كان المطلب تاع المادة 88 عندما رئيس الجمهورية الحالي كان في المستشفى كان شغور تاع المنصب؟ إذن هذا نعرفها، والمادة 88 تطبق طبقا للدستور، للمطالب الدستورية. إذن المعارضة تمشي والحوار والنقاش تاعها حسب الأحداث السياسية. إذن اليوم نتكلموا في أزمة اقتصادية، لازم ما نرجعوش الانتخابات. لا المعارضة كنت تقولوا لا اسمح لي، لا المواطن كنت تقولوا له أن السلطة غير شرعية، وبعد تقولوا لي لا السلطة نتعاملوا معها، كيف يشوفها من المواطن؟ المواطن يفهم لماذا نقولوا سلطة غير شرعية، ولكن سلطة فعلية ما عنديش، واش ندير؟ واش تحب ندير في رأيك أنت؟ من الأول تحترفوا وتقولوا بلي سلطة شرعية، كيفاش كانت غير شرعية وأصبحت شرعية؟ كيفاش كانت غير شرعية؟ نقولوا بأنها سلطة غير شرعية، سلطة فعلية، فعلينا أن نتعامل مع السلطة الفعلية، وهذا هو موقف سياسي. كيفاش هذا؟ لازم سلطة غير شرعية فعلية، سلطة فعلية، سلطة فعلية، كش ما عندي أنا حل واحد آخر بمش ما نتعاملش السلطة الفعلية هذه ونقول ما نتعاملش معها، وش نديره في رأيك أنت؟ لا اللي عنده مبدأ يحافظ عليه، معليش المواطن هو اللي يحكم. لا خلي المواطن اللي يحكم، لماذا نتناقشه فقط والمواطن هو اللي عنده رأي؟ أنا أقول خلي المواطن يحكم. طيب هذا هو الشيء. المعارضة اليوم أمام الرأي العام ما تأثرش صورتها أمام الرأي العام بهذه اللقاءات، بلقاءات مقري وبالصراعات اللي راهي موجودة، ما تأثرت صورتها في الرأي العام؟ معناتها الناس اللي حكمت على ندوة مظافرون، اسمح لي فقط، الناس اللي حكمت على ندوة مظافرون أنه هي انطلاقة لبناء المعارضة، لبناء مشروع جدي، أنا أقصد مشروع جدي، ما هيش تسويق صورة أنه فيه معارضة، مشروع جدي للمعارضة، ما تأثرتش هذه الصورة اليوم بما يحدث داخل المعارضة اليوم؟ شوف إذا فيه تأثير يكون تأثير للحزب السياسي، أنا قلت ونكرر لك إذا فيه تأثير، تقصد أنه الحمس يلح تتأثر؟ إذا فيه تأثير هذا عند المواطن، نتكلم عن المواطن الجزائري أنا، لأن نتكلم كي خاطب المواطن الجزائري، إذا فيه تأثير التأثير المواطن يحكم، فهمت كيف؟ على كل أحزاب سياسية، على كل شخصيات سياسية يحكم عليها بمواقفها أو بتذبذب في مواقفها، هذا ما يحكمش عليها أنا ولا ما يحكم المعارضة كمعارضة. لحد الآن المطالب تاعها كما قلت معروفة، ولحد الآن الشيء اللي المواطن لنعرفوه بأن حتى سي مقري يقول أنا لازلت موجود في المعارضة وما زلت متصمم
ومتبع كل المطالب المعارضة. انتم تؤمنون بهذا الشيء يعني؟ انا لحد ما نجيبش احكم لك مسبقا يا حبيبي، ما نجيبش انا احكم لك. حتى تقول لي باللي فلان راح يخرج نهار يخرج، راح يحط لي سؤال نجاوبك. نهار فلان ولا حزب سياسي يخرج من التنسيقيه ولا يخرج من هيئه التشاور نجاوبك. كاين مفهوم واحد للمعارضه، انت تحاول في هذا النقاش انك تطور لنا مفهوم جديد للمعارضه. لا لا لا، ما كاش مفهوم جديد للمعارضه. المعارضة هي المعارضة أستاذ بحبوح. أنت في كل الحالات راك حاب تبقي لي على المعارضة. لا لا، نتشاوروا مع السلطة. معليش، معارضة نتشاوروا مع السلطة. ما قلتش أنا نتشاور مع السلطة. كنا نطلب ب 180 وما ناش نطالبوا ب 180. معليش، ما زلنا معارضة. ماكش تبع، إذا ماكش تبع في الأحداث تاع المعارضة، ماكش تبع في مواقف المعارضة، ماكش تبع فيها. كون جيت تبع في المواقف المعارضة، تعرف ندوة مظافران باش خرجت، بعد أنتم مظافران هيئة التشاور باش خرجت، وتعرف المطالب تاعنا باش خرجت، ما هو موقفنا تجاه الغاز الصخري، ما هو موقفنا تجاه تعثير ولا أزمة طيب اقتصادية، كل هذه الأمور. علاش الآن نشوفوا أنه انخفض رتم المعارضة؟ في فترة ما كنتوا يعني كنتوا حيويين، عندكم الحركية كبيرة، لكن الآن سيد بحبوح رتم المعارضة انخفض. ماذا تطلب؟ ماذا تريدون؟ تريدون بأن المعارضة عندك خرجنا الشارع؟ قلت لكم فتخرجوا للشارع. درنا ندوات التغطية الإعلامية كانت مقصرة. أنا نتكلم، أنت ولا ماكش أنت، نتكلم بصفة عامة، أنا ما شخص الأمور. درنا ندوات، طلبنا قاعات، منعنا من تطبيق من حتى من النشاط تاعنا السياسي. كل هذا الشيء لازم نعترف بشيء، المعارضة راهي تنشط بمعاناة كثيرة. وهذا هو، هذا هو أساس، هذا مش أساس. إذا المعارضة السلطة إذا كانت السلطة قوية وعندها شرعية وعندها مصداقية، بالعكس تخدم وتنشط من أجل أن تكون لها معارضة قوية. لأن عندما تكون عندك معارضة قوية، فعلية أستاذ بحبوح، معارضة فعلية عندها مشروع وعندها رؤية، تكون دابور سلطة فعلية، فتكون سلطة قوية، تكون دابور سلطة قوية، تكون سلطة ما عندهاش تذبذب في الأفكار، تكون سلطة ما عندهاش تضارب في التصريحات، تكون سلطة مبنية مش مبنية على 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 أسلوب اللي غير مقبول تماما. عندما تكون عندك سلطة، فهمت كيف، شرعية، وعندك سلطة تحترم المؤسسات، فهمت كيف. أنت يا عجابة، لحد الآن كم من مشروع قانون ما عقبوش على البرلمان؟ نعت لي كم من لجنة تحقيق منعت باش تقوم بواجبها؟ إذن عندما تكون عندك سلطة قوية وسلطة عندها يعني نفوذ وسلطة عندها شرعية، فيك النار أطلع أحكم على المعارضة. لحد الآن أنا المعارضة لازم تكون سلطة قوية، هذا معروف عالميا. لا معليش، ما عندناش سلطة قوية، أنا طمعين في المعارضة يا سيدي. أعطيونا، ما عندنا معارضة قوية. أعطيونا، ما نقولكش أعطيونا إمكانية، خليونا نشطوا، خلونا نتحركوا، خليونا هذا السلطة، خلينا نتحرك. مش عندما يطلب حزب سياسي قاعة تمنع عليها القاعة، عندما معارض يطلبها قاعة، حتى عندما يكون معارض ليك أنت في انتخابات رئاسية وتهاجم وتقول باللي هذا خاين وهذا، ماذا ما تطلب؟ عندما تشكي أنت الأجنبي وتقول بأن عندما وسائل إعلام تتهم باللي المعارضة هذا راح تزعزع البلاد، واش من زال؟ احنا أنا نقول لك، أنا ناضلوا ونكافحوا، فهمت، ناضلوا بقوة بإمكانيات جد محدودة رغم كل الصعوبات، ومن يعني مش مقبول يعني من ناحية الفكرية، من ناحية سياسية، أن هذه المعارضة تهاجم دائما. هي هذه المعارضة تهاجم. أنت راك حاب تقول هذه المعارضة، المعارضة دائما فيها صراع وفيها جدال وفيها نزاع وفيها نضال. إذا ما تحكمش على المعارضة، أنت أكثر من لا، أنا مش نحكم أستاذ بحبوح، أنا عمري ما نقدم أحكام، نقدم جدل فقط ونقاش. ودائما المواطن، إحنا ما نخموش في مكان المواطن. أستاذ بحبوح، قل لي كيفاش يشوف السيد نور الدين بحبوح وحزبه السياسي الأحداث الأخيرة اللي جرات، بداية من التغييرات اللي حدثت في الولايات، تغييرات طفيفة في على مستوى الوزارات، ثم إلى التغييرات في يعني مناصب أمنية مهمة جدا. سيد بحبوح، إيش رأيك في التغييرات؟ إيش رأيي؟ نبدأ بالحكومة. هل مقبول بأن حكومة تتغير في 6 شهور ووزير يكون عنده منصب وبعد ذلك يرجع المنصب آخر وبعدين يرجع يولي ولي؟ هذا نحطه سؤال بسيط جدا، فهمت كيف؟ هل مقبول في العرف العالمي، في العرف السياسي العالمي، مقبول بأن وزير يعطيه منصب في ماي وفي جويه يغير المنصب تاعو باش يغيروا مره اخرى يروح يولي والي؟ هذه الدوله كيف هذا؟ نتكلم تاع على المعارضه، نتكلم على السلطه، نقطه اولى. نقطه ثانيه، عندما في 95 96 وزاره من وزارات كانت وزاره الفلاحه والصيد البحري،
بعدين لما كنت انت على انا كنت وزير الفلاحه والصيد البحري 15 سنه هما انشئت وزير الصيد البحري من 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 المنطق ما تكونش لان الصيد البحري واش فيه فهمت هذا هذه الوزاره انت ضد وجود وزاره للصيد البحري سيد بحري انشئت من اجل اعطاء مناصب لاحزاب سياسيه كانت هذاك فهمت كيف لو كليونتيليزم الزبنيه انشئ وزاره وبعدين عطاوها أبو جرى سلطان يعتقد بعدين نعم هذه هي الزبنية قال نديروا مؤسسات ونديروا وزارات من أجل إرضاء فلان وفلان وحزب سياسي وحزب سياسي إذا ما كانش منهجية تاع التسيير هذا لازم نعرفوها وبعدين 15 سنة نرجعوا إلى ما كان موجود 15 سنة قبل. نعطيك مثال ثالث إذا هذا تكلمنا فيما يخص الصراع الموجود حاليا وحتى التدخل حتى التضارب في الافكار. نحط لك سؤال ماذا يقرا المواطن اذا نتكلموا على المواطن يجي سي ويحيى يهاجم سي سلال وهما في نفس الطاقم الحكومي موجودين كانوا في حمله انتخابيه عندهم نفس التوجه واليوم يقال لنا بان الحكومه ماهوش عادي أن مدير ديوان ينتقد مثلا قرارات وزير أول ولا ينتقد كلام وزير أول وزير ربما مش عادي لأن الحكومة كان انسجام حكومي كان طقم حكومي كانش أشخاص في الحكومة. احنا الجزائر عندنا أشخاص في الحكومة فرق كبير بين أشخاص في الحكومة وطقم حكومي وكاين لا سوليداريتي غوفرنمونتال ما معناه يعني كاين فمن كل القرارات نتاع السلطة نتاع الحكومة ملتزمين بها كل وزارة. طيب والتغييرات الأمنية سيد محمود؟ التغييرات الأمنية هذه يدل على بأن الصراع مازال موجود، صراع موجود ومن أراد أن يخفي ذلك هذا كذب، وحنا كنا نقولوا بأن لحد الآن الصراعات موجودة، صراعات يعني لازم السيد ولا المسؤول يخلد في مكانه حتى ما نقولوش أنا ما نقولش يخلد في حتى مكانه حتى نقولوا ما كانش صراعات، لا أقصد لماذا التغيير يرتبط بالصراعات؟ هذا سؤالي سيد محمود. لماذا كان في كان أنا ما نهضرش على الكلام هذا، أنا نقول بأن الصراعات مرتبطة لأن يجي مفاجئ، كل أمور تمشي بطريقة عادية في كل الدول المهلكة. عندما الامور تمشي بطريقه عاديه ما كاينش اللي يخدم في المكان نتاعو، الامور عندنا تجي بطريقه غير عاديه وهذا هو السؤال يصبح مطروح وراكم تتبعوا كما نتبعوا حنا. الامور عندما تتسرع وتجي غير بشيء مدهش بصفه عاجله غير عاديه تصبح الاسئله مطروحه والمواطن الجزائري من حقه ان يطرح المسؤول هذه الاسئله. طيب والمواطن الجزائري ايضا من حقه ان يسال يا سيد بحبوح معك؟ مستقبل المعارضه في ظل ما يحدث يعني. احنا مستقبل المعارضه احنا بكل صراحه احنا لحد الان ماشيين بخطوه هادئه عندك فاهم. المعارضه تنشط حسب الظروف وحسب الامكانيات تاعها، والمعارضه اولا عندها اهداف نبيله والمعارضة تمشي بطريقة سليمة وتقول بأن هي مع التغيير السلس التغيير اللي تشارك فيه كل الجزائريين، ونعرف بأن الموقف تاعنا هو الجزائر تبنى من طرف كل الجزائريين بدون استثناء. وانت سيد بحبوح شخصيا لما ينادوك أنك تتشاور مع السلطة تروح ما عندكش مشكل بصراحة؟ أنا رفضت باش نشاور مشاورة، أنا احنا قلنا نديروا حوار. شوف فرق انا قلت لك تحكموا هنا مسبقا، احنا واش قالت المعارضه؟ سؤال مستقبلي يا لا المستقبلي بحبوح. قلنا اذا في هذا المسبق المطلب ولا سالتك سؤال مستقبلي لو ينادوك يا سيد بحبوح تتحاور ولا تتشاور مع السلطه؟ تتحاور نتحاور نعم تروح تتحاور اذا في حوار سياسي حقيقي نعم هذا المطلب تاعنا اذا في حوار. اما تعيط لي وتقول لي ارواح نشاورك فهمت انا ما تشاورني ما نشاورك فهمت كذا وانا داير واش صار في رايي ما قبلهاش. احنا نقولوا بان اذا السلطه وهذا المطلوب وطو وطار حبت السلطه ام لا رايحين الحوار حقيقي. انا نقول هكا رايحين الحوار حقيقي لان الذكاء وما يوقع الان في الجزائر ومع تذبذب الامور فعلى السلطه ان تفتح حوار حقيقي. وعندما نفتح حوار حقيقي المخرج هو سهل، خلي الشعب بعد يحكم، هو الحاكم الوحيد هو الشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك سيد بحبوح. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على متابعتنا ومشاهدتنا. قناعة منا إن شاء الله أنه اليوم أفضل من الأمس ورات أفضل إن شاء الله في الجزائر، ودائما أدعو ربي يعلي راية بلدنا. محمد عثمان يحييكم، السلام عليكم.